الرحمن الرحيم متواصلين مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم في انطلاقات هذا المساء، وينطلق على بركة الله هذا الشوط الخاص بفئة الحقائق القعدان، وجائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول سيارة نيسان بترول ستيشن. أتمنى التوفيق لكل المشاركين. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول هنا عمار راشد بن سعيد بن سعيد بن مانع بودية على المركز الأول، ولكن انخطاف للمركز الأول من قبل الجذاب لمحمد بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج، وأيضا دخول وتسلل من العمق صوغان لفهيد بن علي بن براك آل زبدان المري يتسلل شعاره معلنا اختطافه للمركز الأول، ولكن يا سلام جساس جساس من الجانب الآخر علي بن طينان بن عايض العذبة اللي يتسلل بدوره يبغي المركز الأول. خمسة أسماء ذعتها على المركز الأول منذ انطلاقة هذا الشوط. نعيد أوراقنا وحساباتنا لنتعرف مجددا على أصحاب الخمسة المراكز الأولى. هنا جساس من الجانب الآخر على المركز الأول لعلي بن طينان بن عايض العذبة على المركز الأول. المركز الثاني يصل ويتقدم الجذاب لمحمد بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج، بينما المركز الثالث اللي يتسلل هنا مهاجم سند بن خميس بن خليفة بن خميس العمري وشعاره يتقدم. المركز الرابع اللي غير وخذ الثالث في هذه اللحظات الراوي لمحمد بن فرج بن هادي بن هليل. المركز الخامس يا متابعينا الأعزاء يا متابعينا الأعزاء الحنيش لمبارك بن محمد بن سالم الكريبي وتدافع الشعارات في هذا الشوط وتقدمها إلى المراكز الأولى اللي يتقدم على حساب هذا للجعدان والمشاركين. يا سلام بالفعل حامل الرقم 34 واسمه الراوي لمحمد بن فرج بن هادي بن هليل بن هليل يستهل حتى هذه اللحظات شوط السيارة بهذا الانطلاق 1500 متر وانتصفت مسافة الشوط. الجذاب قادم بسلالة الجذاب على المركز الثاني لمحمد بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج، واختلط الحابل والنابل والعالم اختلطت على المراكز القادمة اللي يصل في هذه اللحظات. يا سلام الحنيش لمبارك بن محمد بن سالم الكربي، وأيضا أرى اللي يتقدم التقط الواعي أحمد بن علي بن محمد بن مطر بن واس الاكتبي، وعلى المركز الخامس عطني رقمه يا اخوي اللي يتقدم هذا نايف 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 احمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري، وايضا قدوم وتحرك. يا سلام يا سلام اللي يحمل الرقم 61 مشرف لحمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري، ولكن نعود الى الكيلومتر الاخير الى الكيلومتر الاخير اللي قال زميلي بانه عذبنا هذا الكيلو وعذب المضمرين، وصح لسانك ابو محمد على هذه المقوله الشهيره، هذا هو كيلو العذاب للمضمرين، وهذا هو على مقدمة الشوط الراوي 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 الراوي. يا سلام يا الراوي، وأيضا هنا مهاجم يهاجم مهاجم يهاجم يهاجم المركز الأول يتقدم ويصل الأسد يصل الأسد في أول نداء له جابر بن حمد بن متعب المنخس يقدم الأسد، وأيضا يا أبو يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا الشعارين القادمين من اليمين من اليمين والشعار بن عضيل ايضا قادم ويتحرك هنا. يا متابعين مهاجم يهاجم مهاجم يهاجم، وايضا ممدوح ممدوح والشعار البرنس يقدم ممدوح، وبالعضيل ايضا من الجانب الاخر، ووصول خطير وصول خطير سلاب سلاب يا سلاب سلاب السيارة سلاب سلاب هذا الشوط سلاب سلام يا سلاب سلام سلام يا سلاب سلام فهيد بن محمد بن راشد آل فهيد المري يقدم سلاب في الوقت القاتل للمضمرين. يا سلام يا سلام هذا هو سلاب سلب السيارة والفوز، تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك سلاب. يا سلام سلاب تهانينا لفهيد بن محمد بن راشد آل فهيد المري. المركز الثاني ممدوح جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول فيه من مهاجم لسند بن خميس بن خليفة بن خميس العمري. المركز الرابع المركز الرابع شاهين لبندر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري، بينما المركز الخامس كان من نصيب
نايف لأحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري، شوط قوي مشاهدينا الأعزاء، شوط تغييرات منذ الانطلاق حتى خط النهاية، ولكن كان سيد المغيرين وسعيد الحظ هو مالك سلاب من خطف في نهاية هذا الشوط بتوقيت زمني 4:33، 13 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لفهيد بن محمد بن راشد الفهيدة المري على فوز سلاب. المركز الثاني كان من نصيب ممدوح، توقيت ممدوح 4:35، جزئين من الثانية. تهانينا يا البرنس على هذا الفوز. بالمركز الثاني تهانينا جر الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. المركز الثالث كان الوصول فيه من مهاجم اللي ما قصر ايضا، 4:36، 71 جزء.